فيلمنا بيبدأ مع الراوي وهو الشخص اللي بيروي أحداث الفيلم، وهو ما بيقدرش ينام لمدة 6 شهور متتالية، وبيحاول يشغل نفسه بأي حاجة بعيدا عن محاولته للنوم، وبيفكر انه يروح جماعات مساندة مرضى السرطان يمكن يرتاح، وبيسمع مشاكل كل واحد فيهم، وبيجي وقت كل واحد بيحضن التاني كنوع من المواساة بينهم، والأول مرة من 8 شهور بينام زي الأطفال الصغيرة، وبتبدأ حياته انها تتحسن لحد ما تظهر مارلا، واللي بدأ انه يشوفها في كل الجماعات اللي هو بيحضرها، وبيرجع له الأرق تاني بسببها، لحد ما قرر انه يقترح عليها انهم يقسموا الجماعات ما بينهم وكل واحد فيهم يحضر ايام معينه، وبياخدوا رقم بعض عشان لو عايزين يبدلوا المجموعات، وبتختفي من قدامه وبيجيله سفريه شغل، وبيجي نصيبه في مره جنب راكب في الطياره اسمه تايلر، وبيبداوا كلام سوا، وبيعرف انه شغال في صناعه وبيع الصابون، وبيقول له تايلر ان الانسان العادي ممكن يصنع قنابل مميته عن طريق ادوات منزليه بسيطه، وبيديله الكارت بتاعه، وبتنتهي رحلته، وبيرجع شقته اللي في الدور ال15 وبيلاقيها والعه، وبيكون الراوي ملوش اي مكان يروحه، وبيفتكر ان الكارت بتاع تايلر في جيبه، وبيتصل بيه لان مفيش حل قدامه غيره، وبيتقابلوا في حانه وبيحكي له اللي حصل، وبيطلب الراوي من تايلر انه يبات عنده، وبيوافق تايلر لكنه بيطلب منه طلب غريب، وهو انه يضربه اقوى ما عنده، وانه عايز يكون عنده ندبه في وشه، وبيضطر انه يضربه، وبيرد له تايلر الضربه، وبيعجبهم الموضوع وبيكملوا خناق سوا، وبعدها بيروحوا على بيت تايلر، وبيكون بيت على وشك الهدم وحيطانه متدمره، وبيتاكد الراوي ان البيت ده مش بتاع تايلر وانه محتله، وبيبدا انه يتاقلم على الحياه الجديده وبيحبها، وبيكملوا ضربه في بعض قدام الحانه كل ما بيروحوها، لحد ما بيلاقي ان في ناس حابه تنضم ليهم، وكانوا عايشين حياه طبيعيه طول الاسبوع سوا، لحد يوم السبت واللي بيتم فيه الخناقه ما بينهم، وبيجي لهم ناس اكتر واكتر، لحد ما العدد زاد، وقرروا انهم يحولوا الخناقه والضرب اللي بيحصل لحاجه اكبر، ويسموها ذا فايت كلاب او نادي القتال، واللي بقى بيتم في القبو بتاع الحانه اللي بيشربوا فيها، وكل سبت تايلر بيقول القوانين الخاصه بنادي القتال، واهمها ان ممنوع حد يتكلم عن نادي القتال، وان بمجرد استسلام الخصم القتال بينتهي، وانه بيتم بين اتنين بس، وممنوع لبس قمصان او جزم، وبيستمر لحد الاستسلام، والقانون الاخير ان الناس الجديده في النادي هما اللي هيبداوا القتال، وبيبدا النادي انه يتوسع اكتر، وكل اعضائه بينفذوا قوانينه بالظبط، ومحدش بيتكلم عنه ابدا، لانه بيبقى مكانهم الوحيد اللي بيحسوا فيه بالحريه. وفي يوم بيلاقي الراوي تليفون البيت بيرن، وان مارلا هي اللي بتتصل بيه عشان تطمن عليه، لانه اختفى في اخر شهرين، وبتقول انها خدت النمره منه اما قابلته لكنه ما بيفتكرش، وانها حضرت المجموعات اللي كان هو المفروض يحضرها لكنها ما لقيتوش فيها، وبيقول لها انه انضم لمجموعه جديده افضل من الباقي، وبيسيبها تتكلم في التليفون وبيكمل اللي وراه. وبيصحى في يوم بيلاقي ان مارلا موجوده عنده في البيت، وبيطردها بره بيته، وبعدها بيعرف انها على علاقه بتايلر، وانها قضت الليله معاه، وبيعرف من تايلر انه لقاها بتتكلم في التليفون وكمل كلام معاها، وعرف مكان بيتها، وكانت مستنياه يجي لها، ومن ساعتها وبتبقى مارلا دايما مع تايلر في البيت، وبيبدا الراوي انه يتضايق، وان مارلا سرقت مجموعاته في الاول، ودلوقتي سرقت صديقه في بيته، وبيفضل على الحال ده فتره، لحد ما بيجي له تليفون من المحقق المسؤول عن حرق شقته، وبيقول له ان شقته اتحرقت بسبب انه اتحط فيها قنبله منزليه الصنع، وهي سبب الحريق كله، وبيكون تايلر سامع المكالمه، وبيقول ان المحقق بيحاول يقول ان هو اللي ولع في شقته متعمد، ولكن الراوي بينفي اي اتهام ليه، وبيقول ان الشقه دي كانت حياته وبيحبها جدا لحد ما اتحرقت، وبيقفل معاه المكالمه. وبيقول الراوي ان من ضمن الحاجات اللي كانت غريبه في العلاقه بين مارلا وتايلر انهم مش بيتجمعوا في مكان ابدا الا اوضه النوم بس، وكالعاده اول ما بيشوفها الراوي بيطردها بره بيته، وبتقول انها تعبت من الجنان اللي هو فيه، وانها هتسيب بيته وتمشي، وبيرجع تايلر تاني لصناعه الصابون، وبيخلي الراوي يساعده عن طريق سرقه دهون بشريه من عيادات شفط الدهون لصناعه افخم انواع الصابون، وبيتكلم تايلر على طريقه استخراج الجليسرين من الدهون، وعمل قنابل منزليه قويه من الدهون البشريه، وفي مره مسك تايلر ايد الراوي وحط عليها ماده بتحرق عشان يخليه يتعذب ويحس بالالم ويستحمله، وان دي الطريقه المثاليه للسيطره على اي الم في الجسم والوصول للسلام الداخلي. وبعد ما بيبيعوا الصابون اللي مصنوع من الدهون البشريه، بيقابل الراوي زميله بوب اللي كان معاه في جماعات مساندة السرطان بالصدفة في الشارع، وبيقول له بوب ان حالته دلوقتي اتحسنت اكتر من اول، لانه انضم المجموعة ما ينفعش انه يتكلم عنها، وبيفهم الراوي انه قصده على نادي القتال، واللي بقى بيتعمل كل يوم في القبو بتاع الحانة، ولكنهم ما تقابلوش قبل كده بسبب ان كل واحد بيروح في يوم غير التاني، وبيتفقوا على يوم يتقابلوا فيه في النادي ويواجهوا بعض، وبياخد تايلر باله ان النادي اعضائه زادت، وده معناه ان الكلام كتر عن النادي بعكس اول قاعدتين لنادي القتال، وان ممنوع حد يتكلم عنه، واثناء ما بيكون تايلر بيحذرهم بيلاقي ان له صاحب الحانه نازل عليهم القبو، وبيسالهم مين اللي سمح لهم باستغلال الحانه بتاعته بالطريقه دي، وبيقول له تايلر ان سائل الحانه سمح لهم مجانا بفتح ناديهم فيها، ولكن له بيعترض على كلامه وبيامرهم بالخروج من حانته، وما بيلاقي ان تايلر ما بينفذش كلامه بيروح يضربه وكل الاعضاء واقفين وهم بيتفرجوا، وبيفضل له يضرب في تايلر، وبيلاقيه انه بيضحك من كتر الضرب،
لحد ما بينط عليه ووشه غرقان دم وبيتحايل عليه انه يسمح لهم باستمرار النادي في الحانه بتاعته، وما بيقدرش يقول انه يبعدوا عنه الا بعد موافقته على استمرار النادي في القبو بتاعه. وبيخرج له جري من الحانه لانه شاف انه بيتعامل مع واحد مجنون. وبعد ما الراوي بيسند تايلر من على الارض بيطلب تايلر من كل الاعضاء واجب يعملوه لحد ما يتقابلوا تاني، وهو انهم يتخانقوا مع اي حد في الشارع. ولكن الموضوع بيكون اصعب من الكلام، لان اغلب الناس الطبيعيه بتتجنب انها تدخل في خناقه مع واحد من الشارع، وبيختار الراوي ان مديره يكون الشخص اللي يتخانق معاه وبيدخل له مكتبه. وبيلاقي ان مديره بيقول له انه متحول للتحقيق بسبب قله شغله وكثره غيابه في الفتره الاخيره، ولكن الراوي بيقول انه مش هيحضر التحقيق وهيترقى في شغله، وشغله هيبقى مستشار خارجي عشان ما يضطرش انه يجي الشغل، والا هيبلغ عن الشركه ويفضحهم بكل الاسرار اللي يعرفها، واهمها هي سبب الحوادث الكتيره اللي بتحصل للعربيات اللي تبعهم. وبيتضايق مديره من التهديد، وقبل ما بيتصل بالامن بيقوم الراوي يضرب نفسه ويترمي على الترابيزه اللي وراه وبعدها على المكتبه لحد ما وشه كله بيجيب دم. وفي دخله رجال الامن بيبان لهم ان المدير هو اللي بيضرب الراوي، وبينجح الراوي انه ياخد كل اللي عايزه من الشركه بدون اعتراض، وبيبقى الراوي متفرغ لنادي القتال تماما مع تايلر. وبيبدا نادي القتال انه يتطور، والواجبات المنزليه لاعضائه تزيد وتتوزع عليهم، زي تدمير كل اطباق الستلايت على الاسطح وعكس المطبات الصناعيه لتدمير عجل العربيات اللي هيعدي عليها، وتغيير رسومات الانقاذ الموجوده في كراسي الطياره، وتفجير شاشات العرض في محل الالكترونيات. وفي يوم بيلاقي الراوي ان تايلر بيعمل سراير في القبو بتاع البيت بتاعهم، وبيساله عن السبب وبيقولوا انها للتدريب، وبيلاقي ان الباب بيخبط من واحد عايز يقدم في التدريب، وبيكون الراوي مش فاهم ايه هو التدريب، وبيقول له تايلر ان في كتير هيجوا الفتره الجايه، وان كل اللي هيتقدم هيترمي قدام باب البيت لمده 3 ايام، ولو فضل واقف هيتقبل في التدريب. وبيبدا يزيد عدد المتقدمين للتدريب ومنهم بوب، وبيكون تايلر بيبني جيش خاص بيه وبيضربهم بطريقته عشان يسمعوا اوامره اللي هو عايز ينفذها. وفي يوم بيرجع الراوي بيته وبيلاقي ان رجال تايلر قاعدين بيحتفلوا سوا قدام الاخبار بسبب انهم اعلنوا عن وجودهم عن طريق رسم سمايل فيس كبير على مبنى، وبيسالهم الراوي عن سبب اللي عملوه، وبيفتكروا انه بيهزر معاهم وما بيفهمش هم ليه فاكرين كده. وبيقول له بوب ان اول قاعده في مشروع الفوضى هو عدم طرح الاسئله. وفي تاني يوم بتعمل الشرطه اجتماع لقاده المدينه لوقف جماعه التخريب من استمرارها، لحد ما تايلر بيكون مجهز نفسه هو وجيشه، وبيقدروا انهم يخطفوا رئيس التحقيق وهو في طريقه للحمام، وبيهددوه انه لازم يوقف التحقيق فورا والا انتقامهم هيبقى شديد، وبيسيبوه بيهربوا من المكان. وبيلاقي الراوي ان تايلر بيعامل واحد من جيشه بطريقه مميزه، وبيبدا انه يغير منه، وبيواجهه الراوي في قتال وبيشوه وشه وبيتنقل للمستشفى. وبيتحرك الراوي مع تايلر وهما في طريقهم للبيت، وبيشدوا مع بعض في الكلام بسبب ان تايلر خبى عنه مشروع الفوضى اللي كان ناوي يعمله، وانه خطط له لوحده بدون مشاركه. وبيتضايق تايلر من كلام الراوي وبيقول له انه رجع يبقى سطحي وساذج تاني، وده كان السبب الاساسي اللي خلاه يفجر شقته، وبينصحه انه يسيب كل حاجه تمشي زي ما تمشي، زي ما هو هيسيب دركسيون العربيه ويخليها تمشي لوحدها، لحد ما هما الاثنين بيعملوا حادثه وما بيحصل لهمش حاجه. وبيصحى الراوي تاني يوم في بيته وبيلاقي ان تايلر اختفى، ولكن جيشه مازال مستمر على تعليماته وشغلهم على صنع الصابون. وبيكون تايلر هو الوحيد اللي عارف الخطوه الجايه للجيش ايه هي، وبيطلع بره بيته فبيلاقي ان مارلا جاياله، لكنه بيقول لها ان تايلر مش موجود، وبتبص له بتعجب وبتسيبه وبتمشي وما بيفهمش هي مستغربه من ايه. وبيسمع صوت استغاثه وبيدخل البيت بيلاقي بوب ميت على الترابيزه، وواحد تاني متصف رجله وبيسالهم عن اللي حصل، وبيقول له المصاب انهم كانوا بيعملوا الواجب بتاعهم، وهو تدمير تحفه فنيه وتخريب كافيه مشهور، وبعد ما العمليه تمت بنجاح طردتهم الشرطه، وضرب شرطي منهم النار وجت في راس بوب فمات. وبيتاكد الراوي ان الامور بدات تخرج عن سيطرته، وانه لازم يلاقي تايلر في اسرع وقت، وبيفتح الدرج بتاعه عشان يجيب كل تذاكر الطيران اللي كان تايلر بيسافرها لمتابعه نوادي القتال اللي كان بيفتحها في كل المدن، وبيبدا انه يسافر ويدور عليه لكنه ما بيلاقيهوش ولا بيلاقي حد شافه قريب. وبيقول الراوي ان كل الاماكن اللي كان تايلر راحها كان حاسس انه زارها قبل كده وعارف كل تفاصيلها، مع انه اول مره يجي فيها، لحد ما اخيرا بيدخل حانه في بلد من البلاد وبيلاقي ان السائق بيسلم عليه وبيقول انه كان موجود معاهم الخميس اللي فات، وبيلاقيه بيناديه مستر تايلر وهو اللي اداله علامه الايد. وبيجري الراوي على اوضته عشان يتصل بمارلا وبيسالها لو كان عمل معاها علاقه قبل كده، وبتقول انهم دايما سوا وكمان بتناديه بتايلر، وفجاه بيلاقي تايلر قاعد وراه بيكلمه، وبيساله الراوي عن سبب ان الناس بتناديه بتايلر وهو مش اسمه، فتايلر بيقول انه عارف اجابه سؤاله، وبيبدا الراوي انه يشوف نفسه في مكان تايلر، وان هو اللي ضرب رئيس التحقيق في الحمام وحرق ايده بنفسه، وان شخصيه تايلر شخصيه في دماغه هو بس بتمثل كل صفه كان الراوي بيتمناها لكنها ما كانتش فيه، وان هو نفسه صاحب فكره نادي القتال، وان اللي انضموا للنادي انضموا لانهم شافوه بيضرب نفسه. وبيقولوا تايلر ان مارلا تعرف كتير عننا عشان كده لازم تتقتل، ومن كتر التفكير اللي بيحصل للراوي بيلاقي نفسه اغمى عليه، وبيبدا تايلر هو اللي يتحكم في شخصيته وجسمه، لحد ما الراوي بيرجع تاني لجسمه وبيجري على المطار، وبتناديه موظفه الاستقبال اللي في الفندق عشان يدفع فاتوره الاوضه، وبيلاقي انه عامل مكالمات كتير في الوقت اللي المفروض هو مغمى عليه فيه. وبيجري الراوي على بيته بيلاقيه فاضي ما فيهوش حد، وما فيش غير بواقي صناعه الصابون وملفات متعلقه على الحيطه خاصه باكبر مباني في المدينه، وبيفهم
خطة الجيش بتاعته اللي هي تدمير كل المباني دي، وبيجري على مارل عشان تساعده، بيقولها انها لازم تهرب برا المدينة لان رجالته هيدوروا عليها عشان يقتلوها، وبعد محايلة كتير بتركب الاتوبيس وبتبعد عنه. وبيطلع الراوي على اسم الشرطة بالملف اللي فيه المباني اللي هيتم تفجيرها، وبيقابل المحقق المسؤول عن حريق شقته ومحققين تانيين، وبيقول لهم ان هو رئيس تنظيم الفوضى وان في 12 مبنى خاصين ببطاقات الائتمان هيتم تدميرهم. وبيسألوا المحقق اشمعنى مباني وشركات الائتمان، وبيشرح له الراوي ان بتدمير المباني هتتدمر سجلات الديون كلها وبالتالي هتتحول المدينة الفوضى. وبيخرج المحقق من الاوضه وبيكتشف الراوي ان المحققين كلهم تبع نادي القتال وانهم من جيش تايلر، وبيقولوا له ان هو شخصين ادى اوامر ان اي حد يبلغ عن مشروع الفوضى يتم قتله لو كان هو نفسه، وبيهجموا عليه ويحاولوا يكتفوه لحد ما الراوي بيقدر انه يسرق مسدس من واحد فيهم وبيهددهم انهم يبعدوا عنه، وبيهرب بره اسم الشرطه لحد ما بيلاقي نفسه قدام مبنى من المباني اللي هتنفجر، وبيحاول انه يدخلها وبيكون مع تايلر بيحاول انه يمنعه لحد ما بيضرب نار على ازاز المبنى وبيقدر انه يدخله، وبيروح ناحيه الجراج وبتكون فيه عربيه موجوده مليانه متفجرات ومظبوط التايمر بتاعها على التفجير بعد 25 دقيقه، وبيحاول يبطل مفعولها ولكن تايلر بيقدر انه يوقف الراوي عن ابطالها، وبيفضل يضرب فيه في الجراج لحد ما بيغمى عليه. وبيفوق الراوي وهو قاعد على كرسي في دور عالي ويبص على 12 مبنى اللي هينفجر ومعاه تايلر، وبيقول له انه كمان 3 دقايق هيشوف الاقتصاد وهو بينهار قدامه، وبيشوف الراوي ان رجالته جابوا مارلا وطالعين له بيها، وبيحاول انه يوقف تايلر عن قتل مارلا، وبيقدر انه يمسك المسدس من تايلر وبيحاول انه يقتل نفسه، ولكن الرصاصه بتخترق جزء من رقبته غير حيه وما بيموتش، وبيقدر انه يتخلص من تايلر ويخليه يختفي تماما لما ضرب نفسه. وبيطلعوا له رجالته بمارلا وبيقول لهم انهم يسيبوها وينزلوا، وبيقف الراوي اللي هو تايلر الحقيقي مع مارلا وهم بيتفرجوا على انهيار 12 مبنى في المدينه وانهيار التاريخ المالي واجراء خطوه ناحيه التوازن الاقتصادي. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.